ننتقل إلى السيد وليد المدلل، الأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية في غزة. سيد وليد، يعني حركة حماس قالت إنها حملت اعتقالات سياسية، ما هو الدليل على ذلك؟ نعم، يعني أولا هذه الاعتقالات غير مبررة، ليست هناك قرارات قضائية متعلقة بهذه الاعتقالات تبرر ما تقوم به الأجهزة التنفيذية. هذه الاعتقالات ليست جديدة، هذه الاعتقالات تأتي في سياق اعتراف إسرائيل بأن 80% من أعمال المقاومة في الضفة الغربية تقوم بها حركة حماس، تأتي في أعقاب تنكر لنتنياهو للاتفاقات السياسية، وبالتالي قوله على سبيل المثال بأن حل الدولتين قد انتهى وإلى غير رجعة. طبعا هذه الاعتقالات تأتي في سياق المناكفة السياسية. إذا كانت هذه الاعتقالات السياسية مبررة، فليقل لنا القائمون عليها ما هي أسباب هذه الاعتقالات، وما هي التهم التي تقف خلف اعتقال هؤلاء الناس الذين هم أساتذة جامعات وقضاة وقادة رأي وكتاب ويعني وخطباء مساجد وناشطين دكتور عبد إلى المجيد آخره إلى سويلم، آخره. وبالتالي هذه الاعتقالات مرة أخرى، يعني سأعود إلى السيد وليد المدلل، عفوا سيد وليد المدلل، يعني السلطة الوطنية الفلسطينية قالت بأن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية تخريب نصب تذكاري للطيار الأردني كساسبا. طيب، ألم يحصل اعتقال أيضا داخل قطاع غزة لمأمون السويدان مدير مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح بالأمس أو قبل الأمس؟ ألا يعتبر ذلك أيضا اعتقالا سياسيا؟ يعني يجب أن ندين جميعا الاعتقال السياسي. اعتقال سياسي في منطقة ما لا يبرر الاعتقال السياسي في الجهة الأخرى، ويصبح الحال من يعتقل أكثر. الاعتقال السياسي هو خطيئة يجب أن تتوقف، هو عبارة عن خطيئة تشوه نضالنا الوطني، هي عبارة عن خطيئة تعيق المصالحة الفلسطينية وتعرقلها، هي عبارة عن خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي. يعني الاعتقال السياسي مدان من أي جهة، وبالتالي هو مدان سواء كان وقع في غزة أو وقع في الضفة الغربية. طيب، رغم أن الاعتقال الذي تحدثت عنه ليس واضحا بالنسبة لي، ولا أستطيع أن أتحدث عنه كجهة يعني غير ذي صلة، وبالتالي الاعتقالات التي تحدث في الضفة الغربية طوال الوقت هي تأتي في سياق تنصيب مع الاحتلال.